الإخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. أخوكم راعي الغنم أطلس متوسط يحييكم من مدينة أزرق. الإخوان كما قلنا لكم، هذا الفدان هذا يعني اليوم دزت فيه الماكينة، فاش توقت اليوم تمحضيت راه اليوم اللي حصدت فيه الماكينة. تبارك الله الهيش راه الحمد لله موجود، ولكن شي صعوبة الإخوان راه ما كاين والو. الفدان تبارك الله كامل يلاه خرجوا فيه تقريبا شي جوج خنيشات وصافي، الله يدير الخير الحمد لله. يعني العشر تبارك الله كاين، ولكن الصابة ناقصة. الفيديو الناس اللي تيسولونا على الصابة كي دايرة في المنطقة، الصابة الإخوان ناقصة. هنا الإخوان راني عزلت الخرفان على الغنم، بغيت باش نداويهم هاد العشية هادي، عطيتهم يعلفو. ما تسوقنا اليوم الخميس، هاد العشية اللي هاد عطيتهم يعلفو. مازال إن شاء الله غادي نشاركو معكم الدواء اللي غادي ندير لهم، شربوهم الدواء ديال السينتا. بالنسبة للناس اللي تيسولونا على التربية ديال الخروف على حساب العيد، كل الإخوان واحد و السيستيم ديالو. كاين اللي تيشري النعجة مولا الخروف، كاين اللي تيشري النعجة ضارة، كاين اللي تيشري الخروف، وكل خروف كل واحد يعني فاش يرتاح. وبالنسبة للإنسان اللي بغى يبدأ أول مرة، لا حسن يشري خروف شاد راسو. وبالنسبة للثمن الإخوان راه الثمن كاين، الله يرحمنا. راه مازال ما دخلتش الماكينة باش تبالي. تبارك الله، هاد الكلبة الإخوان جبناه من مدينة طنجة. تحياتي للجميع. سير دابا ها 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 ارا برا الاخوان. غير كنت كنعزل الخرفان فاش خرجوا النعاج وما يهربوا، جا ديريكت لهنا معمول فين كاين السبول الشعير. باغي تاكل، باغي غير يلعب. روكي ما يتلعب هاك. هاي هاي ارسى 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 ارسى. هاي 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 هاي. والسيستيم الاخوان اللي بغيت نمشي عليه هاد العام هذا، كاين عندي الخرفان هادو اللي عندي، وهاد الغنم هادي الغنم ديالي. هاد النعجة فاش كنت سارجيتها اللي كان شدها واحد الكروشي كاين في الطوموبيل، هو جرحها من رجليها. ان شاء الله هادي الاخوان غادي نبيعها، هاد النعجة راه غادي نبيعها. استنى هنا الاخوان، كاين الجموع الفوق، الجموع والشرف غيكونوا شي حبات قلال سداسيات. اصل تبارك الله كاين، اللهم يسر. ان شاء الله اللي غادي نعاون البيعة راه غادي نحطها. هاشي لين هاشي هاشي. نعجة الاخوان راه ناقصة شوية، ولكن راه الحمد لله ترقعات دابا. فاش جبت هاد اليومات لهنا عجب النقص شوية في الماكلة، والغنم الوالدة الإخوان راه ضروري تتكون ناقصة. إيه طلق، مازال إن شاء الله غادي نجيب لها واحد الحولي، غادي نطلقو عليها. كش 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 كش. والإخوان تبارك الله عليكم، وتحياتي للجميع. هذا هو القصة ديال هاد النعجة الإخوان. هادي كما قلنا هي اللي بقات ليا من الغنم، كانت شي رواصية بعتها. الناس في الفيديو اللي حطيت الاول بان من 160 راس هادشي اللي بقى. هنا الاخوان كاينه 45 نعجة،
وبعت شي حاجه عاوتاني في هاد العواشر هادي، كانت سمينه، وبعت 45 بعتها هاد اليومات هادي. الله يسخر الجميع. هادي ان شاء الله كما قلنا نخليها تتكبر ولادها، اللهم يسر. بالنسبه للعلف، الناس اللي سولوني على العلف شنو تعطيها، تنعطيها الاخوان فارينة الشعير والذره. تتعلف الصباح فاش تردها مع ديك العشرة حتى تشرب، تنعزلها على ولادها، تتعلف النعجه بوحدها ويعلف الخروف بوحديتو. هش هش هك هش. والاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. ان شاء الله مازال نحط لكم فيديو ديال الخروف فاش غادي نداويه، نحط لكم النوع ديال الدواء اللي غادي نداوي به، اللهم يسلم.